على ذكر الجماهير، تعالوا نروح نشوف الجماهير قالت ايه وايه الرساله اللي بعتوها للنادي الاهلي بعد حسم لقب الدوري. بنشكر طبعا الفريق كله، جهاز فني واداري، بنشكر مجلس الاداره اللي هو وصل الفرقه ان احنا ناخد في اخر 10 سنين 3 4 بطولات افريقيا ومسيطرين على الدوري، فدي حاجه عظيمه جدا لنادينا. اقول الف 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 مبروك وعقبال البطولات القادمه. والاهلي طول عمره ما بيشبعش بالبطولات، 43 عايزين ال 44 وال 45. الف الف مبروك الصراحه، يعني احنا استفدنا من السنين اللي فاتت، احنا كنا بعاد عن الدوري، واحسن تتويج للدوري يعني بالنسبه للجماهير الاهلاويه ان احنا يعني حطينا زي كده شيري اون توب، يعني ان احنا خدناه كمان بسكور حلو قدام الزمالك. اول حاجه مبروك لجمهور الاهلي، مبروك لإدارة الأهلي، وبنشكرهم على كل الصفقات اللي عملوها الناجحة، وإن شاء الله بالتوفيق دايما، وإن شاء الله البطولة الجاية بتاع كأس العالم إن شاء الله بإذن الله تبقى هي ديت إن شاء الله نحقق فيها مركز أول إن شاء الله ومركز ثاني. طبعا دي حاجة جميلة جدا، وأنا شايف إن مارسيل كولر غير كتير وحقق حاجة إحنا كانت بقى لنا سنتين مفتقدينها، لان الدوري ده حاجه اساسيه جدا بالنسبه لنا، وخصوصا ان هو حقق بطولات تانية جنبيها، وده بحد ذاته نجاح. انا شايف ان هو مش مبالغه بنسبه 400%. الف الف مبروك ودايما من انتصار لانتصار يا رب كده دايما، ونادي القرن. مبروك، وبرده حسين الشحات اول جولين كانوا حلوين برده، ويعني مبروك للاهلي وكنت بشجع، وبرضه يعني الاهلي هيبقى الاول ان شاء الله. مليون مبروك للنادي الاهلي والمجلس الاداره اللي مشرفنا، وانا من اول ما بخش من باب نادي الاهلي بحس بالسعاده وبحس ان انا في مكان بصراحه مريح جدا. ببارك للنادي الاهلي بطل ابطال افريقيا وبطل الدوري المحلي 43 مره، وببارك للكابتن محمود الخطيب والساده اعضاء مجلس الاداره، وببارك لجمهور النادي الاهلي العظيم صراحه. بصراحه انا عايز اقول مبروك للنادي الاهلي، اولا مبروك للجمهور الجامد اللي يعني على طول في ظهر النادي الاهلي، وجمهور طبعا انا برضو اقول مبروك لمجلس الاداره بالكامل، ومبروك للنادي الاهلي.